السلام عليكم خوتي اخواتي، مرحبا بكم عند عزيز في المحل ديال شطيبه، كيتواجد في قصيه العربي قصيه العربي العلوي، ودخل لكم سلعه جديده ونقيه وشي حاجه للطوب وثمن مناسب. كاين هاد اللعيبات ديال العطريه وكاين الكبار ديالهم، هما الكبار ديالهم شحال ديال التركي وبالعود ديالهم، وكيتسدوا عندهم لقطه ديالهم هادره في الجلده شي حاجه جديده. وكاين هادو ديال السكر واشياء، كاين الابيض ديالهم وفيهم اللوان ديالهم، و الثمن ديالهم هادو كيبقاو 180 درهم، هاد الكبار ديالهم كيبقاو 220 230 درهم، وكاين هادو كيبقاو 80 درهم ديال السكر واشياء وكل حاجه كدار فيهم. كاين فيهم بزاف ديال الاشكال، كاين فيهم عاوتاني، وكاين فيهم هادو فيهم اللوان ديالهم، كاين الكحل فيهم الابيض فيهم الاحمر، كيبقاو بالثمن ديال 80 درهم. كاين هاد اللعيبات ديال القهوة والفراقة ديالهم، فيها الويلات ديال زوينين وموديل جديد، ديال تركيا، الثمن ديالهم كيبقاو 200 درهم. كاين هاد اللعيبة ديال البيتزا الجديدة عاوتاني، كاين هادو كاين الكحل ديالها وكدور، والثمن ديالها كيبقى 150 درهم. كاين هاد اللعيبة هي ديال الفراقة ديال دير فيها داكشي ديال الفاكهة، أي لعيبة كدار فيها الثمن ديالها كتبقى ب 170 درهم. كاين هاد اللعيبة ديال الكيكة كيما كتشوفو الفوطة ديالها زاج وزوينة وعندها الرجل ديالها من التحت، الثمن ديالها كتبقى ب 140 درهم، شي حاجة جديدة ومليحة. كاين هادي الثمن ديالها بالطباصل ديالها وفيها بزاف ديال اللون وفيها بزاف ديال الأشكال ديالها، كتبقى ب 200 درهم. وكاين الخاويه ديالها ما فيهاش حتى الطباصل كتبقى بالثمن ديال 120 درهم. كاين الفراقه شايفه اللوان ديالها 60 درهم، كتبقى بالثمن ديالها 80 درهم. كاين هاد الفراقه هادي ديال المملاحات وديال الحلوى ديال كلشي، هادي الثمن ديالها كتبقى 230 درهم. كاين الشكل ديال الفراقه، كاين الشكل ديال الفراقه ديال العود، هادي كتبقى بالثمن ديالها ب 100 درهم. كاين هاد الموديل الاخر عاوتاني بالطباصل ديالو كتباع تبصل بوحدهم، وكاين الفرقة بوحدهم فيها الوينات ديالها زوينين كتبقى بالثمن ديالها 80 درهم. كاين هاد اللعيبة ديال الحلوى فراقة، هادي كتبقى بالثمن ديالها كدير 230 درهم. كاين هاد اللعيبة عاوتاني كاين ديال زوج وكاين ديال ثلاثة ديالها، الثمن ديالها كتبقى ب 5600، وكاين ديال ثلاثة ديالها كتبقى ب 6600. كاينه هاد العماره هادي كتباع بوحدها وكتباع بالبلاطو ديالها اللي الثمن ديالها هو كيدير 200 درهم، والبلاطو ديالها كيبقى ب 4000 ريال. كاينه هاد العماره ديال الزجاج، كاين الابيض ديالها وكاين الصفر ديالها، الثمن ديالها كدير 6000 ريال، ثمن مناسب. وكاين هاد العماره الاخرى عاوتاني اينوكس من الفوق، هادي الغطا ديالها الزجاج، هادي اينوكس من الفوق، الثمن ديالها كتبقى شي 6000 ريال. كاين هاد العماره حتى هي كتبقى ب 300 درهم بلا بلاطو، بغا يشي بالباطو ديالو كتبقى بشي 430 درهم. كاينه هاد الكوكوط عاوتاني، هي كوكوط وحده وفيها زوج، يعني كتخدم كتخدم من 6 وكتخدم من 4، اينوكس وشي حاجه تركيا وثقيله وزوينه، اوتوماتيك، الثمن ديالها كتبقى ب 700 درهم. كاين هاد العماره عاوتاني موديل جديد شي حاجه مليحه، اينوكس من الفوق عندها رجلين ديالها شي حاجه، الثمن ديالها كتبقى ب 7000 ريال. كاين هاد اللعيبه ديال السكر واشي وكدار فيها الخبز، وكاين فيها حتى اللوان ديالها ديال تركيا، الثمن ديالها كتبقى 250 درهم. كاين هاد البلاطوات عاوتاني اللي فيهم جوج، كيكون فيهم الكحل وكيكون فيهم الابيض ديالهم، الثمن ديالهم كيبقى 200 درهم. كاين هاد البلاطو شاو شكل جديد، كاين فيه الدايره وكاين فيه المربع ديالو، الثمن ديالو كيبقى ب 4600، شي حاجه ما كتصدم والو، كتبقى في اللون ديالو شي حاجه مليحه. كاين هاد البلاطو عاوتاني اخر الثمن ديالو كيدير 200 درهم، تركيا، كاين فيه اللوان ديالو وجاج من الداخل ديالو، كيكون البلاستيك ديالو كيدير 130 درهم. كاين هاد الفراقة شاية على ثلاثة اللي الثمن ديالها كيدير 4600، شي حاجة مليحة تركيا. كاين هاد الفراقة عاوتاني بحالو كدير 4400 على ثلاثة. كاين الصغيرة ديالها كل مشكل ديال العود هما اللي خارجين دابا، كاين هاد الصغيرة ديالها كتبقى 140 درهم. كاين هاد ديال الدجاج كريستال شي حاجة مليحة شاية وشي حاجة خطيرة، الثمن ديالها كتبقى ب 80 درهم. كاين هاد الموديل ديال شانيل، فيه موديلات بزاف كتبقى ب 2600، كاين على ثلاثة وكاين على جوج. كاين هاد الموديل تا هو فراقة شي حاجة مزيانة ومليحة،
شتي الشكل ديالها كيداير شي حاجه مليحه كتبقى بالثمن ديالها 4600. كاين هذا الموديل فرع وثاني كاين اللوان ديالو كتبقى 130 درهم. كاين هي ديال الشاي زوينه تركيه وشي حاجه مليحه ما كتصدم والو الثمن ديالو كتبقى 200 درهم. كاين هذا الموديل حتى هو شي حاجه مليحه كاين الكبيره وكاين باس الصغيره كتبقى 150 درهم والكبيره ديالها كتبقى 180 درهم. كاين هذا الطابلو حتى هو جديد وزوين ديال الحلوى تخدموا اي حاجه الثمن ديالو كيبقى 80 درهم. كاين هاد اللعيبه ديال العطريه شي موديل جديد هادي وكاين هادي الثمن ديال هادي كاين هادي الثمن ديالها كتبقى 150 درهم. كاين هاد الموديل الجديد كيبقى الثمن ديالو 5000 ريال. كاين قطع الموصات تما شي حاجه زوينه تركيه وشي حاجه موديل جديد اللي كيبقى الثمن ديالو 120 درهم. كاين هاد المبيخره كاين فيها الصغيره وكاين فيها الكبيره وكاين فيها المويان هادي الثمن ديالها كتبقى ب 70 درهم والمويان كدير 60 درهم والصغيره 1000 ريال. كاين هاد العصاره ديال الليمون طاش موديل جديد فيها ثلاثه اللوان ديالها اللي الثمن ديالها هو كيبقى ب 5600. كاين هاد الموديل عاوتاني اخر هو تركيا شي حاجه اينوكس ما كتصدم والو الثمن ديالها كتبقى ب 5000 ريال. كاين هاد الموديل عاوتاني حتى هو زوين كتقسم ديال طاتش وفيها اللوان ديالها كتقسم وكتعصر الثمن ديالها هو 4600. كاين هاد الموديل ديال العطريه حتى هو موديل جديد اللي الثمن ديالو هو كدير 300 درهم. كاين فيه لون اخر وكاين فيه شي اربعه اللوان اللي كاينين فيه. كاين هاد الليطاز ديال القهوه هادو بلا بريق بلا والو الثمن ديالهم كيبقاو ب 4600. كاين الشكل ديال البديع ديال العطريه عاوتاني شي حاجه فيه اللوان ديالو شي حاجه مزيانه عود هادو ماشي يصدم ماشي يخسر ما والو الثمن ديالو كيبقى 180 درهم. كاين هاد الفراقه حتى هي كدور زوينه موديل جديد فيها اللوان ديالها فيها الكحل فيها الابيض وفيها دي باللوان اللي الثمن ديالها كتبقى ب 4600. كاين الشكل ديال القهوه حتى هو كيدور زوين تركيا شي حاجه مليحه اللي الثمن ديالو كيبقى هو 5000 ريال. كاين هاد الشكل ديال العطريه عاوتاني موديل جديد ديال الله جاده الثمن ديالو كيبقى 300 درهم. كاين هاد الشكل ديال الليطاز ديال القهوه فيهم اللوان ديالو كيكون فيهم الغوص كيكون فيهم الخضر كيكون فيهم الابيض كيكون فيهم هاد الشكل الكحل عاوتاني الثمن ديالو كيبقى ب 5000 ريال. كاين هاد الطاطوات عاوتاني موديل جديد فيهم زواقات فيهم شي ثلاثه زواقات والثمن ديالهم هو كيبقى ب 4600 شي حاجه مزيانه. كاين بحال هاد المبيخره عاوتاني الشكل ديال تركيا هذا الشكل ديال سميتو الثمن ديالو كيبقى 100 درهم. كاين هاد العماره عاوتاني الثمن ديالها هو هاد الباطو ديالها كيدور وزاج شي حاجه مليحه الثمن ديالها كتبقى ب 7000 ريال. كاين هاد الموديل اخر عاوتاني على ثلاثه الباطو ديالهم خطير هادو زوين كيبقى الثمن ديالهم هو 7600. كاين عاوتاني هاد المبيخره ديالها الثمن ديالها هو كيبقى ب 7000 ريال. كاين هاد كريستال عاوتاني مبيخرة و البلاطو ديالها كتبقى ب 7600. كاين هاد الفراقة عاوتاني على ثلاثة هادشي كلشي جديد هادشي شي حاجة مليحة كتبقى ب 5600. كاين هاد الصواني على ثلاثة روايال هادو كاين هادو كاين الأبيض ديالهم وفيهم زواقات جداد شي حاجة مليحة على ثلاثة كتبقى الثمن ديالها هو 500 درهم. كاين فيهم صفر وكاين فيهم أبيض زواقات جديدة وكاين فيهم صفر عاوتاني شي حاجة مليحة.